لا تختلف محافظة ديالى كثيرا عن العاصمة بغداد. الفلاحون قرب المطار هناك يصارعون للحفاظ على أراضيهم من الاستيلاء، وهنا الجفاف يجبرهم على تركها. خالد أحد المتضررين، فبعدما كان من أصحاب المزارع يعمل اليوم عاملا في إحدى بسطيات بيع الفواكه. أي ماكو عمي، قتلنا الجوع، شغلنا راح، تبهذلنا، يعني عفنا بيوتنا، عفنا قيعانا كلها من سبب ماي كهرباء معكم. يعني هسه حالتنا على رصيفنا نبيع من الصبح لليل حصلنا 10,000 5,000. ديالى الأكثر تضررا هذا الموسم بحسب الإحصائيات الرسمية، فقد فقدت أكثر من 17,000 دونم من المحاصيل الزراعية لهذا العام، والعمل جاري للحفاظ على 143,000 دونم من البساتين مهددة بالموت بعد جفاف روافد الأنهر. حاليا يعني الاكثر تضررا بالعراق من موسم الجفاف هي محافظه ديالى، بسبب انه منابع المياه اللي تكون هي محصوره فقط لهذه المحافظه عن طريق بحيره حمرين. اغلب منافذنا المياه ومصادر المياه الموجوده هي من دول الجوار، واللي انشات سدود وانشات خزانات يعني عليها. العام اكثر من 17,000 دونم كان عندنا خطه صيفيه بالنسبه لنا في الموسم الصيفي اللي الماضي. الموسم الحالي يعني موارد مائية صفر، ما وافقت لنا على أي خطة زراعية. ديالى مقبلة على كارثة زراعية بسبب شح المياه، ليصل الحال إلى كل 40 يوم سقي يوم واحد، وهذا لا يكفي في الأيام القادمة بحسب الإدارة المحلية، محملا الجهات المختصة مسؤولية ذلك. سقي البساتين يصل من 40 يوم إلى 45 يوم لدورة المياه. اليوم الجو جيد جدا بالنسبة لدرجة الحرارة، لكن المشاكل المستقبلية سوف تحدث، تكون خطيرة جدا على الزرع الموجود وخاصة البساتين في شهر تموز وشهر آب. هذه المشاكل كلها بسبب قلة المياه. قلة المياه هي سوء تخطيط، تم صرف المياه في بحيرة حمرين بدون تخطيط. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة.